من مدينة بركان وبالضبط بالملعب البلدي لنتابع هذه المباراة القوية برسم تمن كأس العرش، وبالتالي مواجهة قوية ما بين حامل اللقب وما بين فريق المغرب الفاسي. هي مواجهة لا تقبل إلا أن تكون فيها نتيجة واحدة، إما الفوز كلا فريق نهضة بركان. زويل عزيز هو حكم الفار وزكريا علاقة لهذه المباراة. المغرب الفاسي يريد أن تكون البداية مع إذن نتابع. أذكر بأن هناك لقطات هي كاميرات خاصة بالنسبة لي، ستكون ورقة حمراء، وبالتالي الآن الحكم يتدخل ويغير من القرار. أقول يغير من القرار. ينضاف لفريق نهضة بركان، هناك أمير الكاس غياب الآني، وبالتالي اللاعبين كيكونوا مطالبين بمجهود كبير. خطيرة جدا هذه المحاولة، خطيرة جدا. فعلها بكر الهلالي، فعلها نبيل مرموق في وسط الميدان. الآن محمد الفقيه دائما البحث عن حلول بالنسبة لفريق المغرب الفاسي. خطيرة جدا محاولة التعيين، خطيرة. فعلها على الدين الزراعي. الهدف وكما قلت بدل مجهودات كبيرة توج بدل هدف، خطيرة جدا، خطأ فادع. يا له من سيناريو رهيب. بالخطأ تصل لبعدي والهلالي كيرفع كرة خطيرة. يا لها من مباراة عجيبة وغريبة. قلت بأنه لا شيء حسم، لا شيء حسم. ديو فرحة وهستيريا، ديو لأنه كان سيتحمل وزر الإقصاء. ينقذ الواحد من لوم ومن حسرة الإقصاء الذي كان قريب. مباراة لم تحسم، مباراة لم تحسم، فعلها أجري الطرفين بين نهضة بركان وكذلك بين المغرب الفاسي الذي كان، يا لها من مباراة. الفاسي فريق المغرب الفاسي الذي كان قريب أمام يفتش على الدين أجراي، على الدين أجراي، هل سيستمر على نفس العطاء بدل مجهود كبير؟ شاهدوا هذه المحاولة التي كريحة حدراف في اتجاه جبريل وترى. جبريل، جبريل. جانب المغرب الفاسي يطرب على الدين أجراي ويرد نهضة بركان. على مباراة، وأعدكم بأن أرافقكم بالحماس فيها وبالإثارة والتشويق، وانضموا إلينا بالضربات الترجيح على الدين أجراي. لا، ما بعده تعليق على الدين أجراي. يسجل الرابع، يا لها من مباراة. كل شيء وارد في هذه المباراة العجيبة. بعدي يرفع كرة. انتهى الكلام، انتهى الكلام، انتهى الكلام في مباراة عجيبة. هدف الرابع قاتل. ما هذه المباراة، ما هذه المباراة الغريبة. هدف الأخيرة، هدف الرابع في مباراة غريبة. هي مقابلة مستودع الملابس
الرسميون في بركان يجيبون على أدينا جراي. أبو سليم ينهيها ينهيها ولم تحسم بعد ولم تحسم بعد. محسن يزور يسجل والهدف ويسجل بطنه. يريد التقاط إحدى زكريا حدراف مع أمين بوقدي ويضيع. عزيز محمد وأمين بوقدي للدور القادم في مباراة كبيرة مباراة كبيرة. وفريق المغرب الفاسي يتأهل للدور القادم وفريق نهضة بركان يقصى لكن اقصى بشرف. وفريق نهضة بركان قدم مباراة كبيرة وهذه هي ضربات الحظ والضربات الترجيحية لتحسم المباراة بتأهل فريق المغرب الفاسي للدور القادم.